الأخرى سواء فرنسا تجد بأنها قادرة على تغطي المنتخب بعناصر كافة، هولندا، إنجلترا الآن، إسبانيا، لماذا الكرة الإيطالية لا يمكن أن تغطي المنتخب بأسماء تضاف للكرة الإيطالية شيء كثير عكس ما كنا نعرف عن الكرة الإيطالية في أشياء مختلفة. نعم دحلون، أعتقد من وجهة نظر هنالك أمران مهمان بالنسبة للكرة الإيطالية وعودتها إلى الرياضة على المستوى الأوروبي. أولا دائما ما نشاهد المدربين الإيطاليين على المستوى العالمي دائما ما يعملون خارج إيطاليا، الحديث هنا عن مدربين مثل ساري، الحديث هنا عن مدربين مثل أنتونيو كونتي الذي أيضا نهض بالمنتخب في بطولة أوروبا في الفترة السابقة، ولكن بعد ذلك شاهدنا يقود نادي تشيلسي إلى نجاح أكثر من رائع على مستوى الدوري الإنجليزي. أيضا غياب العمل على المستوى القاعدي ومستوى الأكاديميات أعتقد ربما له الأثر الكبير والسلبي على مستوى أن نشاهد هنالك لاعبين أصحاب أعمار شابة على غرار المنتخب الفرنسي أو المنتخب الهولندي في هذا السياق. فأعتقد من وجهة نظري هذان سببان رئيسيان في عدم عودة الكرة الإيطالية إلى سابق عهدها في الفترات الأخيرة. نعم، حتى الفريق الذي كان يعرف بأنه منزل ذهب في العمل القاعدي مهم جدا. أعتقد أيضا بأنه ربما الحديث عن الاقتصاد على مستوى الأندية الإيطالية ربما هو أيضا أحد الأشياء التي أثرت كثيرا على مستوى الكرة الإيطالية في السنوات السابقة. نعم، مواجهة أيضا مرتقبة غدا تجمع إسبانيا وإنجلترا، إسبانيا بمدرب جديد لويس فاريكي تحقق نتائج مميزة يقدم أيضا أسماء جديدة لبناء جيل آخر للكرة الإيطالية حتى تستعيد الفريق الذي اعتمد عليه في سنوات العصر الماضية، وبالتالي لتاريخه في مواجهة جديدة مع الفريق الذي حقق أمامه أول انتصار. كانت معنا في حلقة هذا المساء من برنامج وقت إضافي ناقشنا فيها العديد من المواضيع من خلال مؤتمر منتخبنا الوطني وبرعكس جلالة السلطان بالإضافة إلى بطولة سوبر كلاسيكو والمساهمة في العاصمة الجزائرية بالإضافة إلى لكم مستمعينا على حسن الاستماع. نتمنى نكون وفقنا في تغطية هذا الأسبوع على أمل أن نلتقيكم في الأسبوع القادم. تقبل التحيات في الإعداد والتقديم دحلون الحمد في الإخراج محمد السلم شكرا الحسن الأسبوع القادم إلى اللقاء. ورحمة الله وبركاته. التاسعة مساء من إذاعة سلطنة عمان وأبرز عرضها. تحيات القيادة السنغافورية لجلالة السلطان المعظم ينقلها نائب رئيس الوزراء بجمهورية سنغافورة خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمود له. أمطار على عدد من ولايات محافظتي ظفار والوسطى وانخفاض تصنيف الحالة المدارية إلى منخفض عميق. 75% نسبة إنجاز مشروع ازدواجية طريق دمهيلة والعمل الجاري لاستكماله في العام المقبل.
رئيس الوزراء لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياتهما الطيبة لجلالته وحكومته بدوام التوفيق وللشعب العماني بمزيد التقدم والنماء. وقد رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد بمعالي الضيف والوفد المرافق له، مفيدا بالعلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ملحوظ جسد اهتمام البلدين بالعمل لما فيه مصلحة الشعب.